أمام تصاعد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، من هي أقوى الجيوش العربية لعام 2024؟ أصدرت مجلة Global Firepower مطلع العام الجاري تصنيفها السنوي للعام 2024 لأقوى جيوش العالم، حاملاً معه مفاجآت وتغيرات لافتة على خريطة القوة العسكرية، لا سيما في منطقتنا العربية. في الشرق الأوسط تغيرات في مقدمة الترتيب. شهدت منطقة الشرق الأوسط إعادة ترتيب لافتة، حيث تقدمت تركيا إلى المرتبة 8 عالمياً، بينما تراجعت مصر إلى المرتبة 15، فيما تقدمت إيران إلى المرتبة 14. إليك الترتيب: الأولى مصر، المرتبة 15 عالمياً، الثانية الإمارات العربية المتحدة، المرتبة 51 عالمياً، الثالثة المملكة العربية السعودية، المرتبة 23 عالمياً، الرابعة الجزائر، المرتبة 26 عالمياً، الخامسة العراق، المرتبة 45 عالمياً، السادسة سوريا، المرتبة 60 عالمياً، السابعة المغرب، المرتبة 61 عالمياً، الثامنة قطر، المرتبة 63 عالمياً، التاسعة تونس، المرتبة 74 عالمياً، العاشرة السودان، المرتبة 76 عالمياً.